السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الكرام اهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعد. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس Basics of Programming Language with C++. درسنا النهاردة بعنوان ايه؟ الفاريابلز. درسنا النهاردة بعنوان ايه؟ الفاريابلز، اي المتغيرات. تعال نفهم مفهوم المتغيرات بشكل عام في لغات البرمجة، وبعد كده نطبقها عمليا في ايه؟ في لغتنا اللي هي C++. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه كنا بنكتب ايه؟ الاستراكشر اوف بروجرام بتاعنا. اول حاجه بكتب مكتبه الانكلود، بعمل انكلود اي او ستريم وستريم، وبعد كده بيوزنج نيم سبيس اس تي دي، وبعد كده بستخدم ايه؟ بكتب المين فانكشن بتاعتي، وفي اخر المين فانكشن بريتيرن ايه؟ بريتيرن فور اكزامبل. لو كنت عاوز الاول اطبع القيمه، مثلا عندي عاوز اطبع مجموع 5+6، كنت بستخدم الجمله ايه؟ سي اوت عشان اطبع 5+6 تدينا الريزلت، 5+6 تدينا الريزلت على الشاشه. فكنت بعمل ايه؟ F11 كانت بتطبع لي الريزلت اللي هي 11، اللي هي مجموع قيمه 5+6. طب تعالى كده نفترض مع بعض مفهوم جديد. فور اكزامبل لو عندي قيمة، لو عندي متغير اسمه x، المتغير اللي اسمه x ده في القيمة 5، وعندي متغير اسمه y، المتغير اسمه y ده في القيمة 6، وعندي المتغير result. المتغير result ده عبارة عن مجموع القيمة المتغير x زائد المتغير ايه؟ y. المتغير x زائد المتغير ايه؟ y. طب تعالى كده نطبع مع بعض قيمة ايه؟ قيمة ايه؟ x متغير ايه؟ المتغير ايه على طول، سوري، نطبع مع بعض قيمه المتغير ايه ريزلت. المفترض اللي هو يطبع لي قيمه ايه؟ الاكس زائد الواي اللي هي 5+6، لان المتغير ريزلت بيساوي ايه؟ اكس زائد واي. تمام. طب فور اكزامبل هنا اللي هي هتطبع لي النتيجه كام؟ هتطبع لي النتيجه اللي هي ايه؟ 11. طب هنا انا غيرت، بقت هنا 34 وهنا 1، المفترض هيطبع لي القيمه كام؟ اللي هي 5 و30. الاول عشان كنت اعمل كل شويه اطبع مثلا الجمله اللي هي 5+6، اعمل ايه؟ سي اوت 5+6، وبعد كده بقول له سي اوت 34+1، كل ده كنت بعمله. طب ليه ما انا ما اعملش لنفسي متغير اقدر اغير فيه القيمه كل شويه، اقدر ادخل له قيمه واطبع القيمه اللي انا عاوزها؟ كده انا هعمل ايه؟ حتى منها توفير للكود، وعندي حاجة متغيرة في الميموري أقدر استخدمها اللي أنا أحط فيها قيم، أحصل على المجموع بتاعهم، أو الضرب بتاعهم أو الطرح، أو أعمل عليه أي عملية إيه؟ أريثماتيك. طيب إزاي أستخدم المتغيرات ديت في لغة C++؟ أول حاجة بحدد الداتا طيب بتاعة المتغير، بحدد حاجة اسمها إيه؟ define the data type بتاع المتغير. يعني ايه الداتا تايب؟ يعني النوع الداتا اللي موجود في المتغير ده. فور اكزامبل انا عاوز اسجل في المتغير اكس القيمه ايه؟ 5. القيمه 5 ديت، القيمه 5 دي رقم صحيح. الرقم الصحيح في الـ في الـ في الـ في, الـ في المتغير بتاع C++ بيبقى ان اسمه ايه؟ انتجر. بيبقى اسمه ايه؟ انتجر. اسمه انتجر. طب انا عشان اسجل متغير، عشان اخزن متغير من قيمه انتجر، بعمل ايه؟ بقول انت اكس، بقول له كده، بقول له المتغير بتاعي اسمه اللي هو اكس من نوع ايه؟ انت، اللي هو ايه؟ انتجر، رقم ايه؟ صحيح. طب انا عاوز مثلا اسجل المتغير واي بالقيمه اللي هي ايه؟ 2.5، اللي هي 2.5. هنا ده بيسمى متغير الداتا تايب بتاعته فلوت، اي في رقم عشري، اي في رقم ايه؟ عشري. فانا عشان اسجل المتغير واي بالقيمه الفلوت ديت، بعمل فلوت واي، فلوت واي. هنا بقول له خزن لي في المتغير فلوت قيمة من رقم عشري، قيمة من رقم ايه؟ عشري. في انواع كتير ان شاء الله نتعرف عليها ايه؟ في الدروس بتاعتنا ان شاء الله في الفترات اللي جاية، في انواع كتير نتعرف عليها مع بعض، بس خلينا دلوقتي نفهم الانتجر ايه والفلوت. فور اكزامبل دلوقتي انا عندي متغير وليكن اسمه، عاوز اعمل متغير بيجمع لي ايه؟ قيمة متغيرين. فور اكزامبل عندي متغير اسمه انت اكس، متغير اسمه انت واي، ومتغير اسمه انت ايه؟ ريزلت. تمام. فور اكزامبل هقول له الاكس فيها القيمه 5، الواي فيها القيمه 6، الريزلت فيها مجموع الاكس زائد ايه؟ الواي. اكس زائد الواي، لو قلت له سي اوت، اي يعمل لي برنت لقيمه الريزلت ديت، هيعمل لي ايه؟ اعمل لي برنت لقيمه الريزلت ديت، هيعمل لي ايه لو دخلت اف 11؟
تمام، تبع للناتج اللي هو ايه 11، تبع للناتج اللي هو ايه 11. فور اكزامبل هنا لو غيرت القيمه بقت دي 8 وبقت دي 6، لو ضغطت اف 11 طبعا القيمه اللي هي ايه 14. طب يلا نغير العمليه اساسا، ما اقول له اطرح لي اكس ناقص واي اف ايه 11 اديتني 2. انا كنت عشان اعمل الكلام ده في الاول خالص عشان اقول له اجمع لي رقمين اللي هي 5 زائد 6، كنت اقول له سي اوت 5 زائد 6 واقول له بعد كده سي اوت 8 زائد ايه 6 وبعد كده سي اوت 8 ناقص 6. طب ليه ده كله؟ ما نعمل لنفسي، اعمل لنفسي متغير ايه اقدر اغير في قيمته واقدر ايه اعمل عليه العمليات الحسابيه اللي انا عاوز اعملها، اقدر اعمل ايه العمليات الحسابيه اللي انا عاوز اعملها. تمام، نلغي الكلام ده كله ملوش لازمه ونخلينا في الطريقه اللي فوق. طب يلا ننظم الكود بتاعنا. انا هنا عملت 3 ايه متغيرات من نفس النوع. طب انا ممكن اعمل لهم الثلاثه ايه، اعمل لهم الثلاثه يعني ادي لهم داتا تايب من نفس النوع في سطر واحد، يبقى انت اكس انت واي انت ريزلت، بدل ما اكتب انت اكس وانت واي وانت ريزلت. انا مش عاوز ادخل في مفهوم المتغيرات بشكل كبير جدا، ان شاء الله هنفهم كل حاجه كل يعني كل درس ما يعني جزئيه خاصه بالمتغيرات، لان المتغيرات دي ايه شيء مستمر معانا لاخر ايه الدوره، شيء مستمر معانا لاخر ايه الدوره. وان شاء الله الدرس القادم هنحاول ندي نبذه برضو ومعلومات اكتر عن ايه عن المتغيرات. الى هنا يكون انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.